نداء استغاثة للحكومات للقيادة، نداء استغاثة بعد مكان خاص صعب جدا. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على الفيضان خاص في ليبيا، الإعصار اللي ضرب المنطقة ديال المدن ليبيا. مع الأسف الشديد اكتشفنا إعصار وفيضانات قوية هاجمات على المدن ديال ليبيا بعد الزلزال خاص ديال المغرب اللي ضرب النواحي ديال مراكش الحوز وبزاف ديال بعد مكان خاص صعب جدا خاص بعد الدوار بعد مناطق خاص الحوز مولاي إبراهيم أمزميز بعد مناطق خاص في مراكش. دابا على الاسف الشديد طرحهم على الساكنه ديال المغاربه خاص الناس اللي توقعوا الزلزال الله يرحمهم. وفي نفس الوقت الحاجه اللي مهمه بزاف وانا نهضروا عليها خاص هذا الحدث اللي وقع من جديد خاص في ليبيا. اذا الاعصار هاجم على اليونان خاص وهاجم اوصل ليبيا، هذا الاعصار هاجم على اليونان ومن بعد وصل ليبيا وسبب الخسائر كثيرة، الزيادة أكثر من 2000 قاتل، هذا الشيء إحصائيات حالية، ولكن بعد ساعات يقدر توصل 3000 توصل 4000 5000. إذا أشنو واقع في هذه الكرة الأرضية؟ لعليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا ليبيا هجمت عليها الإعصار، هجم عليها الفيضان، كارثة اللي وقعت خاص بهذه المدن خاص في ليبيا. إذا الإعصار خرج من اليونان وصل ليبيا وسبب كارثة والوفيات كثيرة والناس مشاو خاص في السيول في الفيضانات الإعصار السيارات داهم السيول داهم الإعصار، كارثة اللي وقعت خاص في ليبيا بعد الزلزال في المغرب. ها حاليا اليوم بعد ساعات اكتشفنا خبر جديدة خاص بأنه إعصار ضرب المنطقة ديال اليونان وصل ليبيا وسبب الخسائر كثيرة، كارثة البشرية، الوفاة كثيرة جدا حاليا في ليبيا 2000 زائد أكثر من 3000 خاص قاتل خاص في المغرب. إذا مع الأسف الشديد وفي نفس الوقت هذه الكرة الأرضية ما بقاتش كما كان. باش نكون واقعي ودائما كنقولها، دائما ملي كنديروا شي لايف ولا كنديروا شي فيديو كنقولها لكم، هذه الحياة في هذا الكون ما بقاتش كما كانت. الزلزال، الإعصار، الفيضانات، درجة الحرارة، الفيروسات، الامراض، كارثه اللي غادي توقع خاص في هذه الكره الارضيه. كيفاش عفوا كيما بدات كيما غادي تنتهي؟ يا ربي السلامه، الله يحفظ المسلمين. اذا مع الاسف الشديد الوفيات اكثر من 2000 شخص اللي توفوا خاص في ليبيا بسبب السيول والفيضانات والاعصار. يا ربي السلامه. إذا طرحوهم على إخواننا الليبيين وطرحوهم على المغاربة خاص اللي توفوا خاص في المنطقة ديال مراكش وأم زميز والشيشاوة تارودانت الله يرحمهم بسبب الزلزال. إذا الجمعة وقعت كارثة خاص في المغرب بسبب الزلزال. ها حاليا اليوم البداية ديال الأسبوع اكتشفنا اليونان ضربها الإعصار ووصل ليبيا والفيضانات والسيول وتشجيع تقريبا 2000 قاتل خاص في الساعات الأولى، 2000 قاتل في الساعات الأولى. إذا ظهور علامة الساعة، باش ما نخبوش في الغرب، ظهور علامة الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بأنه هذه الكرة الأرضية آخر الزمان علامة الساعة الكبرى هي كثرة الزلازل وكثرة الإعصار وكثرة السيول وكثرة العواصف الرعدية، هما علامة الساعة الكبرى.
إذا صعب جدا 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 تولي الحياة خاصة في الكرة الأرضية كما عرفنا. إذا بعض العلماء كيقولوا بأنه 2024 غادي توصل درجة الحرارة 54، تخيلوا 54 درجة اللي غادي توصل خاص 2024 و2025، والله أعلم. إذا هادشي قالوا العلماء ماشي حنا، قالوا بأنه العام الجاي غادي تكون السخونة بزاف أكثر من هذا العام. إذا 2023 وصلنا 52 درجة، إذا 2024 غادي نوصلوا 53 54 درجة بالسلامة. في نفس الوقت هذا الفيضان وهذا السيول حطى واحد الضجة كبيرة خاصة في الموقع الاجتماعي، وقررت باش نهضر على الوفيات خاصة ديال ليبيا بعد المدن الخاصة في ليبيا، الله يرحمهم ويصبر العائلة ديالهم، والحياة هكا اللي دايرة كل شيء عاودو النهاية، الحياة كتبدا وكتنتهي، ونتمنى إن شاء الله يدير الله شي تيول ديال الخير، ونتمنى تراحم على الساكنة اللي توفوا خاص في ليبيا، والساكنة اللي توفوا خاص في النواحي ديال مراكش، إقليم الحوز، مراكش، وهذه المناطق ديال ورزازات، ومنطقة ديال حاولت باش حيت نفس الطريقة شبه الزلزال اللي ضرب المغرب شبه الوفيات خاص في ليبيا تسونامي، ماشي تسونامي، اذا الاعصار، اذا ربما يقدر يكون تسونامي يا ربي السلامه. اذا حاليا كنشوفوا في الشاشه بانه الاعصار خرج اليونان وهاجم على ليبيا وهاجم على بعض المدن خاص في ليبيا. اذا مع الاسف الشديد والحياة اللي دايره حذاري ثم حذاري، اذا وصلت اللحظه فاش ترجع لطريق مستقيمه الرجوع الى الله وتوبوا الله سبحانه وتعالى قبل ما تنزل خروج يأجوج ومأجوج، ولا خروج المسيح الدجال، ولا خروج الدابة، ولا خروج يأجوج ومأجوج، ونزول ابن مريم عيسى، خروج المهدي المنتظر بجلابة. إذا حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري. هاد الكرة الأرضية الحياة صعبة جدا جدا، ما هو السبب؟ إذا الخلافات مع الله سبحانه وتعالى، إذا مراكير الخمر، الناس مابقاش كيصلوا بزاف، الناس غاديين بالشهوة ديالهم كيديروا اللي بغاو، هذا هو الأسباب. إلا شفنا التاريخ البشري كيفاش كان الناس اللي كيوعدوا كيعبدوا الأصنام، كيعبدوا داك الشيء الدين ديالهم المسيحيين وبزاف ديال الحوايج، إذا كيرسل لهم الله خاص العذاب أكثر من هذا الشيء، كيصيفط لهم الزلزال، كيصيفط لهم التسونامي، كيصيفط لهم الإعصار، كيصيفط لهم الفيضانات خاص باش يرجعوا للطريق المستقيمة، والمسلمين دائما الله سبحانه وتعالى كينجيو. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت تحقيق رأيي فقط والتضامن ديالي مع الساكنة ديال ليبيا اللي توفوا الله يرحمهم، وبزاف أكثر من 3000 شخص داهم الفيضان والسيول وباقي كيبحثوا عليهم وكيقلبوا عليهم. إذا 2000 شخص اللي توفى خاص في السيول والإعصار، كارثة اللي وقعت كما شفتوا البداية ديال الفيديو خاص ديال الإعصار والسيارات وكارثة اللي وقعت بسبب السيول. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنى، ونتمنى نقدموا لكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله. كلنا تضامن مع خوتنا الليبيين، كلنا تضامن مع الساكنة ديال مراكش، الحوز، أمزميز، الشيشاوا، ورزازات، بعض المناطق كامل، تالودات، هاد المناطق كلهم نتمنى إن شاء الله حيت اكتشفنا اليد في اليد، شفنا التبرعات خاص للمغاربة، خاص للساكنة المدورين، شفنا بعض الناس، شفنا بعض الدول دخلوا الدعم خاص الناس اللي مضرورين خاص من هذا الزلزال. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، والله يدير الله شي تيول ديال الخير، وكل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، والامور بين يد الله سبحانه وتعالى، والحياه هكا اللي دايره كتبدا وكتنتهي، الحياه كتبدا وكتنتهي، وهذه الكره الارضيه بحال ما قال الحياه بحال ما قال غاديه كتشتغل، ولكن غادي توصل الساعه اللي كتنتهي الحياه ديالك بسبب السيول ولا الزلزال ولا الفيروسات ولا درجه الحراره، كتنتهي الحياه ديالك. اذا كلشي العمر باذن الله، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى ان شاء الله يطلع حتى الباس، وهذه الكارثه اللي وقعت في ليبيا نعاود من جديد. كما قلنا اول البارح قلنا باين شفتوا الزلزال، ها اليوم شفنا ليبيا الاعصار، اذا غدا يقدر نشوفوا الجزائر ولا تركيا ولا ايران. اذا هذه الكرة الأرضية